مرحبا بكم مشاهدينا مع الريتنج الأسبوعي بتاريخ 24 من شهر أغسطس لعام 2020. في المركز السادس والأخير الحلقة الثالثة من مسلسل التوبة بنسبة 1.9%، وفي المركز الخامس الحلقة السابعة عشر بعد المئة من مسلسل هيا لنذهب بنسبة 2.1%، وفي المركز الرابع الحلقة العاشرة من مسلسل أسفي على شبابي بنسبة 3.45%، وفي المركز الثالث الحلقة السابعة من مسلسل حب في العلية بنسبة 3.48%، وفي المركز الثاني الحلقة الثامنة من مسلسل السيد الخطأ بنسبة 5.4%. أما المركز الأول لصالح مسلسل أنت أطرق بابي في حلقته السادسة بنسبة 7.1%.